ولذلك كان السلف يحذرون، بل كان السلف يمتحنون من يتحدث بالقصص، بل كانوا يخرجون من المسجد إذا أتى قاص يقص. ولذلك لما أتى علي رضي الله عنه أتى إلى المسجد وجد رجل يقص قصصا وحكايات من تلقاء رأسه، قال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: اذهب، إنما أردت أن يقال هذا فلان لكي تعرفوني.